السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا طلابي الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير. هيا بنا ندرس النص المعلوماتي الألماس أغلى الأحجار ثمناً، وهيا بنا الآن نتعرف على خطوات الدرس. أولاً، عرض التهيئة وتوضيحها. ثانياً، عرض الأهداف وتوضيحها. ثالثاً، عرض فكرة من النص المعلوماتي، وعليك أن تستمع إليها جيداً ثم تقرأ بنفسك. رابعاً، معجم للاستعانة به في توضيح المفردات الصعبة. خامساً، عرض مجموعة من الأسئلة لقياس مدى فهم الطلاب للنص المعلوماتي. وأخيراً، النشاط الذي يوجد على تيست موز عليك التهيئة. فكر ثم أجب. أذكر ألوان الألماس. أذكر ألوان الألماس. هل الألماس له لون واحداً أم العديد من الألوان؟ ونذكر ألوانه. ثانياً، فيما يستخدم الألماس؟ فيما يستخدم الألماس؟ ثالثاً، ما الحلم الذي يريد تحقيقه أكثر الناس؟ ما الحلم الذي يريد تحقيقه أكثر الناس؟ أهدافنا لهذا اليوم: أولاً، أن يستنتج المتعلم مناطق استخراج الألماس. أن يستنتج المتعلم مناطق استخراج الألماس. ثانياً، أن يجيب المتعلم عن أسئلة فهم المقروء. أن يجيب المتعلم عن أسئلة فهم المقروء. هنا عليك أن تفكر أولاً في معاني المفردات الملونة، ثم تأكد من إجابتك من خلال الاستعانة بالمعجم. أولاً، تكون أشعة الشمس متوهجة ساعة الظهيرة. معنى متوهجة. ثانياً، يسكل الرجل زجاج السيارة. يسكل الرجل زجاج السيارة. ثالثاً، حمام البركان ملتهبة. حمام البركان ملتهبة. نفكر في مفردات الكلمات الملونة، ثم نتأكد من المعجم. أمامنا الآن معجم الكلمات، نستطيع أن نستعين به عندما نجد أي كلمة صعبة. فقرة القراءة. هيا نستمع الآن، ثم علينا أن نقرأ بأنفسنا. استخراج الألماس. طريقة استخراج الألماس تشبه طريقة استخراج النفط والغاز الطبيعي من خلال حفر مناجم الألماس. ولعل أهم وأفضل أنواع الألماس التي تم العثور عليها هي ألماسة تسمى كولينان، حيث تتميز بكبر حجمها، بل تعد الأكبر حجماً على الإطلاق، وقد تم العثور عليها في منجم بريمر في جنوب أفريقيا في عام 1905. مناجم الألماس. تقع معظم مناجم الألماس في قارة أفريقيا، وفي روسيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الهند. هيا، جاء دورك أيها البطل الصغير في القراءة، ثم فكر في إجابة الأسئلة التي أمامك. والآن هيا نستمع أولا إلى القراءة، ثم نقرأ بأنفسنا. تصنيف درجات الألماس. يصنف الألماس حسب اللون ومستوى القطع
ودرجة النقاء والصفاء والخلو من الشوائب والوزن. والكرات هو وحدة الوزن ويساوي 200 ملغرام، أو يصنف حسب المجالات الأربعة مجتمعة. استخدامات الألماس: لا يقتصر استخدام الألماس على الزينة، إنما له استخدامات أخرى، فهو يستخدم كمادة قاشطة بسبب قسوته الشديدة، ويدخل في صناعة مكبرات الصوت العالية الجودة، حيث يحسن من عملية الاهتزاز بسبب صلابته، كما يستخدم لتغطية فتحات أجهزة الليزر وأجهزة الأشعة الصينية. هيا نحلل هذه الفكرة ونتأكد من إجاباتها من خلال الخطوط التي توجد تحت الجمل. والآن أجب عن هذه الأسئلة شفهياً. مرادف كلمة الشوائب: مرادف الشوائب. مفرد المناجم: مفرد المناجم. جمع التكسير: نستخرج من الفكرة جمع تكسير، وجمع مؤنثا سالما. ثانيا: كيف يصنف الألماس؟ كيف يصنف الألماس؟ ثالثا: اذكر استخدامات الألماس. اذكر استخدامات الألماس. رابعا: هل يستخدم الألماس في صناعة الأجهزة الطبية؟ هل يستخدم الألماس في صناعة الأجهزة الطبية؟ وأخيرا: ما الحلم الذي يريد جميع الناس تحقيقه ولماذا؟ ما الحلم الذي يريد جميع الناس تحقيقه ولماذا؟ والآن جاء وقت التحدي، أجب شفهيا. تريد اقتناء أي شراء قطعة من الألماس، ولكن ليس لديك النقود الكافية. أنت تريد أن تشتري قطعة من الألماس وليس معك نقود، ماذا تفعل لشراء هذه القطعة؟ فكر ثم أجب. والآن جاء وقت الأنشطة، عليك أن تضغط على هذا الرابط. بعد أن انتهينا من درسنا اليوم، علينا أن نفتح موقع عصافير ونقرأ القصص جيداً.